السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حمادة من قناة حمادة دي جي. إن شاء الله زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت هنحكي عن الصبية النكماشي. نجيب الصبية كده ونشوفها. الصبية يا جدعان، أهي صبية 3600 واط. 3600 واط، حتى أنا مش قادر أشيلها، بتاع 12 كيلو و2 كيرة. ادي الكويل وادي التاني. صباية لسه نازلة جديدة محترمة قوية. كل ده هنجربه ان شاء الله. ماشي، كل ده هنجربه وانا اقول لكم عليها الظروف كويسة ولا مش كويسة. مع بعضينا الجي ام النكماشي 3000 واط، نشوفه كده مع بعضينا. وادي الجيم اللي كماشي 3000 واط، فور. ادي ان وادي ان وادي الاوت. الاوت ده دي جي ام تاني. وادي المخارج بتاعته اهي، اربعة مخرج، 1 2 3 4، اربعة مخرج وتلاتة فيوز، ودول الكهرباء. وهنا الستارت بتاعه، وهنفكه عشان اوريكم من جوه. ده لسه نازل برضو. الجيم ده كويس، يشتغل على 4 صبات، يا اما صباية وسماعتين او 4. ورجعنا تاني بعد ما فكينا الجيم اللي كان ماشي 3000 واط عشان اوريكم البوردة من جوه. ادي البوردة، حاجة محترمة خالص. ادي البوردة. الجيم ده لسه نازل يا جماعة، جديد برضو، 3000 واط جي ام نكماشي. اهو ثلاثة آلاف واط. وادي البوردة، جي ام ده يمشي سماعات يا جماعة. جي ام نكماشي برضو 1600 واط، اهو بردك فور كهربا. ودي سماعات، ده جنب وده جنب. نيجي من هنا في اوت بردك في النص اهو، ده اوت دي جي ام تاني ده، وده ان وده ان، ده جنب وده جنب اهو. يبقى ادي يا جماعة الصباية انك ماشي 3600 واط. اهي صباية لسه نازلة جديدة بصراحة، اللهم بارك، حاجة قوية جدا جامدة، بتاع 12 كيلو. طبعا ده كله ده هنجربه بس لما يجي وقته. وادي الجي ام 3000 واط، ده كماشي برضو. طبعا الكلام ده كله ما اقدرش احكم عليه غير لما اجربه واقول لكم بالظبط ايه دنيتهم الحاجات دي. وادي الجي ام ده كماشي 1600 واط، ده اهو ان شاء الله اول ما اجربهم هنزل لهم فيديو واقول لكم دنيتهم ايه. والثلاث حاجات برضك اللي احنا وريناها لكم دول عليهم ضمان سنه. الصبايه 3600 واط، حاجه محترمه عليها ضمان سنه. والجيم 3000 واط دوت عليه ضمان سنه، اللهم بارك، حاجة نضيفة. وديكم شفت البردة بتاعته، حاجة محترمة. لو عجبك الفيديو دوس لايك سبسكرايب وشارك القناة. كان معاكم حمادة دي جي، السلام عليكم.